كمان من الحاجات اللي هي برضو بنتكلم كل ده بتكلم في الإدارة المحترفة، الإعلام. الإعلام بالنسبة لنا أمر هام جدا، أنت نادي جماهيري ونادي شعبي ولازم تكون منصاتك الإعلامية على هذا القدر وعلى حجم النادي الأهلي. عشان كده احنا عندنا بالنسبة للإعلام عندنا منصات الإعلامية بتاعتنا، المركز الإعلامي، عندنا قناة الأهلي، عندنا مجلة الأهلي، عندنا كل السوشيال ميديا اللي بقت حقيقة في رقم كبير جدا. اللي هو مثلا النهاردة النادي الأهلي يا جماعة في خلال الأربع سنين دول بقى أحد قائمة أعلى 20 نادي في العالم. النادي الأهلي وصل لهذه المرحلة، متابعين للسوشيال ميديا بتاعت النادي الأهلي والإعلام للنادي الأهلي. هنا يبقى أنت عندك إدارة عرفت تشتغل، ركزت برضو بحب للنادي الأهلي. عشان كده قطاع الإعلام دوت فيه إيه بقى؟ قطاع الإعلام ده ممكن أسيبهم يتفرجوا بس على حاجة بسيطة كده حازم وبعدين أكمل الكلام. خلال اللي حضرتك شفتوه ده عندنا منصات اعلاميه زي ما انا قلت، مركز الاعلامي وشركه الاهلي انتاج الاعلامي ومجله النادي الاهلي. فانا هنا برضو حابب اشكر جدا استاذ جمال جبر، استاذ محمد يوسف، استاذ ابراهيم منيسي، اللي هم الثلاثه الحقيقه القائمين على المنظومه الاعلاميه بالنادي الاهلي.